بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الفيديو رقم 13 سي شارب توتوريال. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الثاني من الفانكشن وكويك اوفر فيو كده على الجزء الاولاني اللي هو كان الفانكشن اللي كانت نو تيك، اللي احنا سمينا نو تيك ونو ريتيرن. ودي احنا قلنا فانكشن ما بتاخدش حاجه وما بترجعش حاجه، وقلنا ساعه عليها المره اللي فاتت وخلاص. ان شاء الله في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفانكشن اللي بت تيك برامتر بس نو ريتيرن. يعني ايه فانكشن بت تيك برامتر ونو ريتيرن؟ يعني فانكشن انا ببعت لها بتبقى محتاجه انبوت، محتاجه ان انا ابعت لها حاجه علشان تقدر يعني تتم او يتم الكود بتاعها. يعني ايه؟ طب مثال على كده ايه؟ ان انا مثلا لو عايز اجمع رقمين واطبعهم لليوزر، احطهم على الشاشه على طول لليوزر، هل انا محتاج ان انا ارجع الرقم او الناتج بتاع جمع الرقمين ده؟ يعني مثلا لو عندنا حاجه اسمها اكس واي وانا بعمل لهم بلس، ونفترض مثلا ان الاكس ب5 والواي ب6، هل انا وانا مثلا هطبع على طول على الكونسول على طول من غير ما اعمل اي عمليه على الخمسه والسته دول، هطبع الناتج الجمع بتاعه، هل انا محتاج ان الفانكشن بتاعتي تريتيرن حاجه او انها ترجع لي اي حاجه؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا هنا يا دوبك بقول له ان انا هبعت لك الخمسه والسته اللي هم قيم للتو فانكشن، هبعت لك الخمسه والسته، وبعد كده انت هتعمل لي كونسول برنت لاين عندك وتطبع لي الخمسة في الستة دول بس. يبقى انا مش محتاج ان انا اخد او اسف مش محتاج ان انا اريتيرن اي حاجة. طيب امتى اريتيرن؟ يبقى ده هيدخلنا في النوع التاني من الفانكشن، الفانكشن اللي هي بتيك و وتريتيرن. ده فانكشن النوع التالت، اسف النوع التالت. الفانكشن اللي بتيك وتريتيرن، انا خلينا على نفس الفانكشن دي. ازاي الفانكشن دي تبقى مره بتيك وما بتريتيرنش ومره بتيك وبتريتيرن؟ الحته دي بتتقال ازاي؟ تتقال لما انا دلوقتي بقول لك انا هبعت لك رقمين، هبعت الفانكشن رقمين وانا محتاج الجمع بتاعهم تاني علشان لما يرجعوا لي هعمل عليهم حاجه تاني، مثلا هماينس منهم 1، هطرح هضربهم في 1، هضربهم في 20، اي حاجه. المهم دلوقتي ان انا هبعت الفانكشن عادي، هبعت لها التو بارامتر اللي هم اكس وواي، هبعت لها قيمه الاكس وقيمه الواي، والمفروض ان الفانكشن انها تعمل لي بلس، يعني هي تجمع لي الاكس بلس الواي، تمام. فانا مثلا بعت 11 10، فالفانكشن جت عند قيمه كده ولقيت ان هي عندها 21، تمام. وانا كنت قايل لها يا فانكشن انا محتاج ان انا اتيك وريتيرن، يعني انا هديك بارامتر ومحتاج القيمه اللي هي انت هتجمعي دي، يعني انت هتجمع الاكس بلس واي، فانا محتاج الناتج الجمع بتاع الاكس بلس واي. مش زي اللي فوق، احنا قلنا اللي فوق يا دوبك احنا هنعمل لها برنت، هنعمل لها برنت على طول على الشاشه، يعني مش محتاجين ان احنا ناخدها نرجع لها تاني عشان مش هنعمل عليها عمليات. انما هنا محتاج بقى الريتيرن، محتاج ال 21 ديت تاني، محتاج ال 21 دي لان انا في كود بعد كده او ايا يكن كود كان فين او ايه الكود هيعمل ايه، بس محتاج ان انا ال 21 دي هستخدمها بعد كده. ممكن مثلا هعملها في عمليه ثانيه، هدخلها في فانكشن ثانيه وهكذا. ده الفرق ما بين التيك بارامتر وال اسف التيك والنو ريتيرن والتيك والريتيرن، تمام. طيب بعد كده عندنا النوع الثالث اللي هو بقى انتم المفروض تكونوا عارفينه لوحده، النوع الرابع اسف لوحدكم دلوقتي، اللي هو بتريتيرن بس ما بتاخدش بارامتر. يعني فانكشن بتريتيرن ونو بارامتر او نو تيك بس. يعني ايه فانكشن بتريتيرن بس نو تيك؟ طب تيجي ازاي دي؟ يعني انا دلوقتي لما يكون عندي مثلا انا عايز ناتج جمع 10 بلس 6، وبقول لك ان 10 بلس 6 ده ناتج جمع ثابت، يعني انا مش هغير الارقام دول، فانا مش محتاج ابعت للفانكشن بارامتر لان انا عارف ان الناتج على طول هيبقى 10 بلس 6. او مثلا فانكشن بتريتيرن قيمه الباي، يعني فانكشن بتريتيرن قيمه الباي،
تمام؟ يعني ايه هي باي؟ اللي هي طه. فانا طه كده كده عارف قيمتها. يعني مثلا عندنا فانكشن او اسمها جيت باي، حاجه اسمها جيت باي. طب دي ضرورتها او فائدتها ايه في الكود؟ فائده جيت باي انها تجيب لك 3.14. فهل لو انا عملت حاجه اسمها جيت باي، هل محتاج ان انا ابعت لها بارامتر؟ هل الفانكشن دي محتاجه حاجه علشان تتم؟ لا طبعا، لان هي معروفه قيمه، معروفه 3.14، فعلشان كده هي مش محتاجه ان انا ابعت لها اي بارامتر، بس هي هتريترن. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاربع انواع بتوع الفانكشن. الفانكشن اللي هي نو تيك ونو ريتيرن، ده كان في الفيديو الاولاني، والفانكشن اللي بتيك ونو ريتيرن ده كان في الفيديو ده، والتيك والريتيرن في الفيديو ده برضه، والريتيرن والنو تيك في الفيديو ده برضه. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا من اول الفيديو الجاي ان احنا نكتب كود، وازاي نعرف نتعرف على السينتكس بتاع الفانكشنز ديت. تابعونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.